العرب رويس الرئيس السابق الان لهلال المساكن. احسن ما يضر لنا في السهره هذه هو تقديمك الاعتذار للسيد صلاح الشط. طبعا يعني ما ننكرش الشيء هذا لان صلاح تمس من الكلام اللي تكتب، وما كناش حتى كان تكتب سهوا ما كناش نقروه، من الاحسن ما كناش نقروه. يلا غالب ما الموقف هذا كانش يتحمل حتى حاجه اخرى الا الاعتذار، وسلاح قلبه كبير ويعني واحنا مساكنين ولاد بلاد والامور هذه ما زالش تدخل ما بيننا. يظهر لي احسن ما فما هو تمرير معناها رئاسة الجمعية في جو اخوي وجو كله معناها تفاؤل المستقبل الجمعية. قدر ما كان في الجمعية كما قال سي زبير بيا يعني من انتقادات فيها شيء اوبجيكتيف وفيها سوبجيكتيف، لكن انا الرأي في اخر مطاف النهاية نتاعها كانت طيبة، والحمد لله المحبة مساكن جمعتنا للكل والاخوين نبسوا بعضهم وننسوا الماضي وحتى اخطاء نتجاوزوها، وان شاء الله اخونا صلاح يعني مش غريب على الجمعية، نتمنى له حظ سعيد وربي يوفقه وباذن الله نقفوا معاه ويواصل يرفع الرايه. نتصوروا مش تكون ديما واقف لجانب الجمعيه. يعني الجمعيه من عام 2004 واحنا مدينا يدنا، ما يجيش اليوم باش نوخروا على الجمعيه. كلمه يعني الجمعيه هذيك لحمنا ودمنا ومنا وفينا مساكن يعني فوق الكل. بالنسبه ليك يا سي صلاح كيفاش تقبلت المهمه الجديده تو؟ اول حاجه نقدم تحياتي ونقدم شكري للسي العربي اللي بالحق اني راهو مش اني برك معنا احنا كلام ساكنيه لازمناه باش ياخذ الجمعيه، نعرفوا مهامه الكبيره ونعرفوا لكن ظرف يجي حتى لازم ثم كلكان ياخذ الجمعيه في الوقت هذاك، في وقت ثوره، في وقت موارد ماليه شحت برشا ما عادش موجوده، ما عادش تحمل مسؤوليه والمسؤوليه صعيبه، وممكن التفرغ نتاعو للخدمه اكثر من الجمعيه، وهذا عمل على الناس هذول بون اللي ما اجتهد وصاب له اجران، ما اجتهد لم يصب له اجر واحد. امل العربي نقدم له 20 اجر خاطر مش كان اليوم بدينا مع بعضنا في الجمعيه هذه وان شاء الله مش نكملوا مع بعض. بالنسبه للمستقبل الجمعيه تو معناها شنو الاهداف المرسومه لهذا الموسم؟ يعني حاجه يعرفها عندي الناس كل اللي عرفوها اللي نلعب كان على الطلوع، وهذه مش أنا ان شاء الله الموسم هذايا الطلوع هذايا نهم الجمهور مساكن الحاجه الاولى، ونهدي محمد عرب رويس والمؤسسه نتاع اليوني خاطر هذيك هذا رايت مساكن في كل المحافل. احنا يعني مشيت مرتين وريت المانيا وريت شنو اليوني وريت شنو مساكن في اليوني بارابور سيرتو عام اللي هزينا الكاس. ان شاء الله الموسم هذايا بكمله المركب وصعود هلال مساكن نحتفلوا به الناس كل مع بعض. بالنسبة شنو الكلمة اللي تحب تقولها للأحباء باش لدعم الجمعية؟ الوقوف مع الجانب راهو صلاح الشطي ولا اسمه محمد عرب رويس ولا أي بشر وحده ما يعمل حتى شيء، وجودهم الجانب الجمعية وجودهم في التمارين في المقابلات في الدنيا كل إذا كان وجودهم موجود يعني دعمهم كبير ماديا وأدبيا رانا في بابهم هما باش يمشيو ما نمشيوش قدام وحدنا، مستحيل باش احنا وحدنا نجموا نقدموا الا بالناس كل ما بعضنا لما ملعب هيئه جمهور حبينا الناس كل مع بعضنا وباذن الله نلقاو راه كان في اخر الموسم كما كان الخير.